أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ضربة حظ. برنامج ضربة حظ على الهواء مباشرة، بنقدم لكم من الفجيرة مول برنامج بيضم الكثير من الفقرات والمسابقات والجوائز. وبنمسي بالخير على زميلتي ورفيقة دربي في هذا البرنامج نوار، مساء الخير. يسعد مساك أمجد، مساء كل اللي عم يحضرونا والموجودين معنا اليوم بالفجيرة مول. أكيد حلقة جديدة كلها مفاجآت وتحديات وكثير من الهدايا المقدمة من عدة جهات موجودة معنا بالفجيرة مول. أولها العربية للعود، كرجي للعطور، مسك الإمارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، ومين كمان أمجد؟ ومعنا كمان براند فور ليس، تيلي لينك، عبد الصمد القرشي، دكتور نيوترشن، ومجموعة الطائر للسيارات من فورد. بدي أسمع تحية كبيرة لدعمين برنامج ضربة حظ، بيستاهلوا، وتحية أيضا للفجيرة مول، تحية بيستاهلوا. يلا طبعا أمجد رح نبدأ أولى فقراتنا مثل ما تعودنا دايما، فقرة شرق وغرب. اليوم رح يكون معنا صور غير واضحة رح تظهر معنا على الشاشة، وكل المطلوب من الجمهور الموجود معنا بس يحاول يعرف شو الموجود على الشاشة بمساعدة المعلومة اللي أنا أو أمجد رح نحكيها. يلا شو رأيك أمجد نبدأ؟ أول صورة بلشت تظهر، ممكن تخبرنا شو المعلومة؟ المعلومة يا نوار طبعا هو عمل فني قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف توثيق الصداقة بين البلدين في الذكرى المئوية للثورة الأمريكية. وهي عبارة عن تمثال لسيدة تحمل في يدها اليمنى مشعل وفي اليسرى كتاب، ويقع في مدينة نيويورك. يا ترى ما هو اسم هذا المعلم؟ ها مين راح يجاوب؟ مين بيعرف الجواب؟ مين؟ مين؟ خلينا نختار البنوت الحلوة؟ يلا تعي تعي تعالي خبرينا شو اسمك ومن وين انت؟ اسمي لميس من سوريا. اهلا وسهلا لميس، قدرتي تعرفي شو الموجود بالصورة؟ تمثال الحرية. حدا ساعدك؟ اخوي. اوكي شو رأيكم، صح تمثال الحرية؟ صح ولا مش صح؟ صح؟ صح أكيد؟ طبعا صح زافة اكيد صح. الف مبروك لميس، شايفي هذا النرد؟ اختاري اللي بدك اياه وارمي واحد منهم. يلا يا لميس، رقم لميس. خمسة. رقم خمسة. رقم خمسة وجائزة رقم خمسة. ألف مبروك لميس، هدية رقم خمسة، تربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكرا. تفضلي من هون لميس. حيوها لميس. يا أمجد مثل ما خبرتنا لميس طبعا كانت الصورة بتحمل صورة تمثال الحرية، أما هلأ الصورة الثانية والمعلومة بتقول من أجمل الطيور حيث يتميز بريشه الذي ينشره الذكر بشكل مروحة أكثر بخمس مرات من حجم جسمه، ويتصف بالزهور والبهرجة والغرور. يا سلام، مين هو الطائر المغرور؟ ها 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 يلا يا نور اختاري. شو رأيك نعطي فرصة للأطفال في بنوتة صغيرة أنا شايفتها؟ تعالي تأكدي بس من البابا شو الاسم. عارف الجواب؟ تعالي يلا هون خبريني شو اسمك ومن وين أنت؟ لين. لين من وين؟ من الأرض. أوكي لين خبريني. أيوها 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 خبريني شو الموجود بالصورة؟ طاووس. طاووس؟ صح؟ صح لين أكيد صح، ارمي صح ده. حيوها يلا يلا يا لين. رقم ثلاثة. خليكي يا لين لنشوف شو الهدية اللي ربحتيها. أوه ألف مبروك، بتربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكرا. روحي من هون لين، روحي من هون يلا عشان تسجلي نختار؟ نختار كمان؟ لا خلينا لا. نشوف الصورة بالأول. بالأول يلا وبعدين نختار آخر صورة. خبرنا يا أمجد شو الموجود على الشاشة؟ الصورة الثالثة هي رياضة جماعية، رياضة جماعية تتكون من فريقين يتألف كل منهما من خمس لاعبين يحاولون إدخال الكرة في شبكة صغيرة معلقة. ها ها إدخال الكرة في شبكة معلقة، شو هي الرياضة هاي؟ إلك مين أول حدا رفع إيده؟ مين؟ البنت اللي واقفة هنيك. أنت. طب خليها تيجي يلا. تعالي. تعالي. بسرعة بسرعة. أهلاً خبرينا شو اسمك من وين؟ روان محمد من مصر. أهلاً وسهلاً روان، عرفتي شو اسمها هاي اللعبة؟ إيه.
كرة السلة. شو هي جمهور كرة السلة؟ يعني مش الطائرة؟ السلة ولا الطائرة؟ سلة. صح. شكرا روان، ألف مبروك. ارمي النرد. كنت بدي إلا ارمي البريك. عادي. ارمي النرد. رقم أربعة. أربعة. جائزة رقم أربعة. ألف مبروك يا روان، تربحي معنا قسيمة مقدمة من فن بلوك منطقة الألعاب الموجودة بالفجيرة مول. تفضلي روان. من هون. من هون روان. شكرا. أمجد، كل اللي شاركونا لحد هلأ الحمد لله قدروا يربحوا جوائز مختلفة ومتنوعة. أما هلأ أكيد رح ننتقل لفقرة هو وهي، بس قبل شو رح نعمل؟ راح نروح بريك وراجعين. مشاهدينا لحتى نكمل تحدياتنا لليوم وانتقلنا للتاني جزء من حلقتنا أمجد. قبل ما نروح لفقرة هو وهي، أنا حسيت إنه الأطفال مو كتير أخذوا فرصة معنا اليوم. صح. لهيك رح نلعبهم لعبة الكراسي. أكيد. ويكون عنا رابح واحد ونعيش أجواء المرح ونشوف مين راح يربح بهاي اللعبة. ها. رح نختار سبع أطفال، أنا رح أختار ثلاثة. لا ما بدي، كل مرة أنت بتختار أربعة، أنا رح أختار أربعة وأنت اختار ثلاثة. ثلاثة طب عادي، يلا مش مشكلة. يلا. اوكي انا رح اختار هدول الثلاثه اللي جنب بعض. تعالوا. ايه وانت اللي لابس ازرق وابيض والبنت اللي جنبك. تعال. وبدي بايلك واحد يا نوار. بايلك واحد عندك يا امجد. بايلك واحد. انا معي هلا ثلاثه. انت تعي. يلا. ها 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 ها. ثواني ثواني. لا اللي اخترته اللي اخترته اللي اخترته. اي واحد. ها تعال انت. تعال تعال تعال. اثنين اثنين اثنين. ثلاثة. لا انا ما اخترتك. الله. تعال. صرنا قد ايه؟ ثلاثة. بقي لي واحد. اكتمل العدد امجد. قبل العدد اكتمل. هون عنا ستة والبنت اللي هون سبعة. سبعة. فبدك ترجع حدا من اللي اخترته. انا صراحة اخترته. دايما امجد عن اخترته. ان شاء الله بالفقرة الجاية بنختارك. ماشي تمام. Next time I will choose you. Okay? يلا. يلا. وقفوا. عارفين اللعبة؟ عارفين اللعبة؟ تمام؟ عندنا بس بنتين. شوف يلا يلا. بس. لازم انت تعال انت تعال. وقف. يلا. يلا. عارفين اللعبة لعبة الكراسي؟ بس توقف الموسيقى راح تقعد على الكرسي تمام؟ يلا. Stand by music. One, two, three. Music. يلا 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 يلا. اسرع اسرع. لا تمشي شوي شوي. ما بدي حد يمشي شوي شوي. اسرع. ستوب. او او حظ اوفر. حظ اوفر. حظ اوفر. حظ اوفر. شكرا كثير لك. شكرا كثير. اوكي بدنا كرسي. يلا جابوا الكراسي. ستاند باي ميوزيك. 1 2 3 ميوزيك. اسرع اسرع. لا ما تمشي شوي شوي. اسرع اسرع. ها يلا يلا رياضه. ستوب. ها 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 ها. حظ اوفر. حظ اوفر. حظ اوفر. حيو حيو. يلا بدنا نقص كرسي. لموا الكراسي. يلا ستاند باي ميوزيك. 1 2 3 ميوزيك. اسرع اسرع. بدي سرعه. ايوه 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 ايوه. ستوب. هون 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 في كرسي. او هو اللي قاعد اول. سوري بنعتذر منك. حيوها حيوها. نقصنا كرسي. يلا هات الكرسي. يلا 1 2 3 ميوزيك. اسرع اسرع اسرع. مين الاسرع؟ مين الاسرع؟ مين؟ ستوب. الولد اللي قاعد اول. هو قاعد. اوكي أبنك. هو قاعد أبنك. صراحه انا اسف بعتذر منك. هو قاعد مره ثانيه. ان شاء الله بتشاركي معنا بتربعي ان شاء الله. حيوه حيوه حيوه. الكل ربحان اكيد. اعطيني الكرسي. يلا 1 2 3
ميوزك. اسرع اسرع اسرع، يلا صفينا يا شباب. ستوب. هو لا بدنا... على فكره هن الاثنين الاثنين بس راح نضطر نعيد. رجعوا لفوق، رجعوا راح نعيد. يلا يلا اسرع، يلا ميوزك. اسرع اسرع، مين الاسرع مين الاسرع مين الاسرع مين الاسرع؟ ستوب. هاو، بنعتذر منك. حيو 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 حيو. يلا اخر كرسي، يلا 1 2 3 ميوزك. اسرع، مين راح يكون اسرع؟ مين راح يفوز معانا يا نوار؟ يلا اسرع 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 اسرع. هو انتوا لاحقين بعض على فكره. مين؟ يلا عيدوها عيدوها كمان مره، بدنا نعيد. طيب بس شوف، تعال انا راح احل هالقصه. اي واحد هون واحد هون، انت وفون، تعال انت هون. يلا تمام، مين الاسرع؟ 1 2 3 ميوزك. يلا ستوب. اسرع 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 اسرع. ها 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 ها، اسرع اسرع. انا ما بشوف. اسرع اسرع. حيرتنا امجد. اسرع. اللي لابس احمر خلص جابك الكنترول. حيو حيو حيو. شو اسوي يعني؟ لازم نكون منصفين في الكراسي. تعال لا لا، يا بطل. كان شو اسمك؟ تحدي كثير قوي اليوم امجد. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله من وين؟ حيو عبد الله من فلسطين. حيو. يلا عبد الله ارمي النرد. يلا ارمي النرد يا عبد الله. بيستاهل صراحة كثير. مصمم على الفوز ما في. ايه. رقم ستة، أعلى رقم. ستة. يلا. جائزة رقم ستة، تعال عبد الله هون. يا عبد الله بتربح معنا قسيمة مقدمة من الفجيرة مول، شكرا مبروك. حيو عبد الله. وصلنا للجد. هلا شو؟ وصلنا لهو وهي. وصلنا للجد بهاي الفقرة. وبما ولازم... أنه أمجد اليوم أنا وياك ما تحدينا بعض بشرق وغرب، رح نتحدى بعض هلأ بهو وهي. رح نختار شاب وصبية، نسأل الشباب أسئلة بتخص الصبايا والصبايا أسئلة بتخص الشباب، ونشوف مين رح يربح معنا. مين بحب يشاركنا من الكبار؟ ها ها يلا، وين اللي بده يشارك؟ لا أنت لسه هتفكر. طب تعال لسه هتفكر. أنت اللي عندك اللي لابس تيشيرت أسود مع برتقالي. أيوة انت هتفكر تشارك، انا راح اقول لك تعال. اهلا وسهلا. هاي اخترت لك فريق يا نوار. شكرا يا امجد، تفضل. ها مين كمان؟ صبايا صبايا، وين الصبايا؟ وين وين اللي بدي يشارك؟ ها ها وين تدخلي معنا؟ يلا رفعت ايدك، يلا تعالي. بدنا نتحدى شوي. تمام نتعرف عليك. الاسم من وين؟ احمد ابو قوره من الاردن. من الأردن. أهلا وسهلا فيك أمجد، عرفنا عن المدام. نتعرف عليك. أسماء من الأردن. أسماء من الأردن. أردن. حيوا نشام الأردن، حيوهم. أوكي أمجد، أحمد واسمك؟ أسماء. أوكي، رح عندكم ثلاث أسئلة، كل سؤال 15 ثانية لحتى تجاوبوا عليهم. أوكي رح نبدأ معي، لازم نحن نفوز. أوكي السؤال الأول بيقول، هل يدخل الشمع بصناعة أحمر الشفاه في المكياج؟ نعم. صح، نقطة. طيب السؤال بيحكي، ما وظيفة فرشاة النحل الذي أو التي يستخدمها النحال؟ فرشاة النحل لشو؟ حتى يمكن بعد النحل عن الخلية. صح. أوكي عندنا واحد وواحد. ما هو الطاجين؟ إيش؟ طاجين. الطاجين زهرة. زهرة أكلة مغربية. صح طاجين. يلا عندك يا أمجد. الطاجين المغربي صح نوار؟ أكل مغربي. شو يعني الترسيب في تنقية المياه؟ الترسيب في تنقية المياه شو معناها؟ يعني تصفية المي من الشوائب تصفب آخر القاع الماوي. إنه بدي شرح يعني كيف؟ فور يعني المياه الملوثة تصفوها تنزل لها الوقت أمجد. هو أنا راح أعتبرها صح، لأنه إبقاء الماء في أحواض خاصة لفترة لتتترسب الملوثات بفعل الجاذبية في القعر. يعني صح ولا لا؟ صح طبعا راح أحسبها. أوكي متعادلين. هذا السؤال الحاسم، شو وظيفة المغزل في صناعة السجاد؟
المغزل هو اللي بركبوا عليه الخيوط عشان يعملوا سجادة. صح. ها لازم نفوز عليهم. شو معنات شو يعني مرحلة المعالجة؟ مرحلة المعالجة في تكرير البترول شو معناها؟ إزالة الأجزاء المتآكلة أو متأثرة يعني كتنقية البترول تعتبر ممكن. شو صراحة تأخرتي في جوابك، أنت جاوبتي نص جواب للأسف. طبعا هو الجواب تقليل وإزالة الجزيئات التي تسبب، إزالة الجزيئات التي تسبب في تآكل، في التآكل ويعني التلوث الجوي. أنا بعتذر منك ولكن حظ أوفر وإن شاء الله بتفوزي معنا بالمرات الجاية. مبروك أحمد، تفضل ارمي النار. مفعول الأسود مع البرتقالي هو يمكن ضارب معك وكأنه ابنه نفس الشيء صح؟ يلا رقم 6 لا واحد جائزة رقم 1. ألف مبروك أحمد، بتربح معنا قسيمة مقدمة من نسيم كافيه. شكرا، تفضل من هون. بدنا تحدي يا نوار، بربح الجولة الأولى طبعا بكل تواضع. ما عليه مش مشكلة، تختار فريقك لتاني. بدي أختار مين من الشباب بيحب يشارك؟ بدي صبية تكتسح، بدي صبية تكتسح الساحة. أوه هناك، يلا يلا اللي طلب التحدي أهلا وسهلا. شباب وينكن؟ في وجوه جديدة موجودة معنا، بتحبوا تشاركونا؟ تفضل. اهلا وسهلا، تعرف عليكي؟ ام محمود من مصر. ام محمود من مصر. وحضرتك؟ مأمون من الاردن. مأمون اهلا وسهلا فيك. امجد رح نبدا معي، رح اطرح عليك 3 اسئله، لازم تجاوب بسرعه بسرعه. اوكي تمام. السؤال الاول بيقول وظيفه قماش البطانه في البرقع الاماراتي لشو؟ وقف مره ثانيه بس. قماش البطانه في البرقع الاماراتي ليش بيكون محطوط له قماش؟ ايش القماش ولا شو وظيفته؟ 4 3 2 1. خلينا نحكي اول شوائب. لا للاسف، لتثبيت البرقع وامتصاص العرق. عندك يا امجد السؤال، من اين ياتي الحديد؟ من اين ياتي الحديد؟ الحديد ايوه، الحديد مش الذهب. الحديد من بطن الارض. عارفين والله، بس يعني من وين المصدر؟ من وين؟ المعدن الحديد من بطن الأرض. شو المعدن الأساس؟ الأصل شو؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت طبعاً للأسف. متعادلي. من النيازك التي تسقط على الأرض فهو يتشكل خارج المجموعة الشمسية. بعدنا متعادلين. السؤال الثاني ببين إذا أنت بتحب الأكل وبتعرف تطبخ أو لا. أوكي؟ شو المكون الرئيسي لأكلة الحراب أصبع؟ الحراب أصبع عدس. صح، نقطة. شكلك بتطبخ أنت. ها؟ مزبوط. طيب شو وظيفة المجفف الاسطواني في صناعة الورق؟ المجفف الاسطواني شو وظيفته؟ بيجفف الأشياء شو الأشياء اللي بيجففها؟ في أي هو مجفف اسطواني في أي مكان بالضبط؟ الورق بيجفف الورق. صح بدي أحسبها صح. أوكي. لأنه حكت إنه بيجفف الأشياء، صار معنا تعادل. تعادل يا أمجد. آخر سؤال بيقول ما هو الميك اب الذي يدخل في صناعة البودرة في المكياج؟ الميك اب؟ شو الميك اب؟ ما بعرف شو الميك اب، مش عارف صح. 4 3 2 1. انتهى الوقت. الوقت نوع من الصبغ يعمل على اطفاء بريق للبشرة عن طريق عكس الضوء. ام محمود لازم نفوز، يلا شوية تركيز. انتو اهل مصر شاطرين في القطن، يعني في القطن شاطرين. راح اسألك سؤال عن القطن، شو يعني محلق القطن او محلج الحطن القطن؟ شو يعني بذرة من القطن؟ يا سلام، صح حيوها، بشيل البذرة من القطن. صح. الف مبروك، شكرا لك مأمون. تفضلي ارمي النرد. حجر النرد رقم 3. هدية رقم 3. هدية رقم 3 تستاهل معانا أم محمود. ألف مبروك، بتربحي معنا قسيمة شرائية مقدمة من ريفولي. شكرا. حيوها. تفضلي من هون. حيوها، تفضلي من هون.
تعادلنا جولة، أنا ربحتها جولة أنت ربحتها، كيف حلو النتيجة متصافين صافي يا لبن. رح نطلع بريك ونرجع نكمل. يلا رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل فقراتنا ببرنامج ضربة حظ. وللأسف وصلنا لآخر فقرة بالبرنامج وهي فقرة شو يا نوار؟ فقرة الأمثال أمجد. رح نطرح على المشترك خمس أمثال، رح يكون معه خمس ثواني لحتى يجاوب يكمل النص الثاني من المثل، بعد ما أنا أو أمجد نخبره النص الأول. بس شو الشرط؟ كم إجابة لازم تكون صحيحة؟ لازم تكون على الأقل ثلاث إجابات صحيحة، وكمان خلينا نحط بالحسبان إنه الوقت الزمني بتقلص في هاي الفقرة إلى خمس ثواني لكل مثل. صح. معانا خمس ثواني فقط. أوكي، مين بحب يشاركنا بالأمثال؟ ها تفضلي. أنتي ما بتعرفي أمثال، تفضلي نتعرف عليكي. أم محمد. من وين؟ من فلسطين. أهلا وسهلا فيكي. خمس أمثال لازم جاوبي كتير كتير بسرعة. أوكي ابدأ. أنا أبدأ ولا أنتي؟ والله مثل ما بدك، شو رأيك؟ خلينا أبلش أنا بس يلا. بدنا نسمع صوت عشان نسمع الإجابة. صح؟ عادي مش مشكلة. يلا الضربة أو الضربة اللي ما بتقتلك بتقوي. اللي ما بتقتل بتقويك. صح بتقويك. البيوت إلها أسرار. صح. عندك يا أمجد. إن بعض الظن إثم. إثم. صح. صح. من أطاع الواشي من أطاع الواشي ضاع. انتهى الوقت. عندك يا أمجد. لو كان المال يغني عن الرجال، لو كان المال يغني عن الرجال لا تزوجت بنات البيت. صح. صح. هيوها. ألف مبروك، عندك أربع إجابات صحيحة من أصل خمسة. مبروك، تربحي معنا خصيمة مقدمة من الفجيرة مول. شكرا. أهلا وسهلا. بدي أنت اختار. أنا بدي أختار. بدي مشاركين جداد. في عنا وجوه جديدة. صح. اللي تيشيرت أبيض عليه خطوط R and H. حكيت الماركة أنا. تعال مشان أعرف أطلعهم. تفضلوا. إن شاء الله يكون أبو الأمثال. تفضل. تفضل. نتعرف عليك. رامي. وين؟ سوريا. أهلا وسهلا فيك رامي. خمس أمثال، عندك خمس ثواني لحتى تجاوب. أوكي ابدأ يا أمجد. من عيلة همته. من عيلة همته أو اللي عيلة همته قال همه. يا سلام. ثاني مثل بيقول اللي لسانه طويل إيده قصيرة. صح والله إيده قصيرة. عندك يا أمجد. قلوب الأحرار. قلوب الأحرار. قلوب الأسرار. قلوب الأسرار. صح. لا تطعن في ذوق زوجتك. ما تطعن بذوق مرتك. لأنه شو؟ لأنه يختار. كتير قوي هذا المثل على فكرة. ما تطعن بذوق مرتك لأنه اختارتك بالأول. عندك يا أمجد. بيقول لك باب النجار دائما مخلع، بس اسمع هذا المثل قريب منه. بيقول لك حكيم يداوي الناس وهو مرضان او عليل. صح. صح صح. الف مبروك، تفضل ارمي النار. رقم 2 وهديه رقم 2. هديه رقم 2. الف مبروك، تربح معنا قسيمه مقدمه من دكتور نيوترشن. تفضل من هون. شكرا. معنا آخر متسابق معنا لليوم. آخر متسابق بفقرة أنا شايف في حدا جديد صراحة نوار. وأنا كمان ولا شايف أنا خاطر أطلع من الجداد. وينهم الجداد؟ وينهم؟ شاب. صح. أنت قصدك عن شاب اللابس قميص. يلا أوكي أوكي يلا تفضل. ناس الجداد، بدنا ناس الجداد شوي يشاركونا. مساء النور، أهلا وسهلا. نتعرف عليك. أنا طارق البكر من الأردن. أهلا وسهلا فيك.
خمس أمثال. هالمرة رح أبدأ أنا يا أمجد. أوكي، المثل الأول بيقول قلبي على ولدي، قلب ولدي على الحجر. صح، عندك يا أمجد. اللي بيجي بسرعة بسرعة يجي كم يجي كروب بروح بسرعة بسرعة بروح بسرعة. صح، مال الحرام، مال الحرام ما بدون. صح، عندك يا أمجد. بيقول لك يا زلمة هدي شوي، لا تصب الزيت على النار. على النار. صح، على راسه عراشة بطحة بتحسسها. صح، شي تاني ممكن يكون ريشة. أيوة. ريشة. صح، أبو الأمثال. أبو الأمثال صراحة يستاهل. ألف مبروك. شو ضربة الحظ عندك؟ رقم ثلاثة. ثلاثة، مبروك، طارق تربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من ريفولي. شكرا، تفضل من هون لو سمحت. تفضل. شكرا. أمجد، لوين وصلنا؟ وصلنا لأقوى ضربة بالبرنامج. أقوى ضربة، الضربة القاضية. رح نختار ثلاث مشتركين، كل اللي عليهم يحاولوا يرموا النردين مع بعض ويجيبوا رقمين مثل بعض لحتى يربحوا 10 كوبونات يدخلوا من خلال السحب على سيارة فورد. أكيد. رح اختار أنا أول مشترك. يلا. اختار الشاب اللي لابس كحلي، تفضل. أمجد أنت اختار. ها. وجوه جديدة. اللي ورا، شو أخباركم أنتم؟ كيف رمضان معكم؟ تمام؟ تجرب ضربة الحظ؟ تعا، يلا. أهلاً. ها ها ها، بقي لنا كم مشارك؟ ثلاثة صح؟ إيه، ثلاثة. كمان شخص أمجد اختار. يلا 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 يلا، بدنا حدا جديد، بدنا حدا جديد. تم اخترتي أنت صح؟ نعم. اخترتي؟ إيه أنا. خلاص ثلاثة، ثلاثة. أوكي. أوكي اخترت. تمام. السلام عليكم، خبرني شو اسمك؟ محمد من سوريا. وحضرتك؟ مروان النعيمي من العراق. واسمك؟ إبراهيم سلطان من مصر. إبراهيم سلطان من مصر، حيوهم أول شيء، حيوهم بيسألوا تحية. نبدأ معك محمد، تفضل. يلا. بنو. يلا. يلا والله هم بيشبهوا بعض. هلا اذا عملت هي الحركه ما كثير رح تزبط، بس حاول رميهم شوي قريب. ثلاثة واثنين، اسرع. لسه عندك محاولتين. عندك محاولتين. ثلاثة واثنين، يلا محمد. شو رايك تجيب ثلاثة واثنين؟ بقول لك المخرج من ربحك. واحد وخمسة للأسف. حظ أوفر، حظ أوفر. شكرا محمد. يلا ستة وأربعة، يلا رقم 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 ثلاثة واثنين. شو وصلت الثلاثة واثنين يا نوار اليوم؟ يلا يا تصيب يا تخيب، لنشوف الضربة. ها ها ها، حيو 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 حيو، بحي حاله كمان أموره طيبة. ألف مبروك، تربح معنا 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة فورد، تفضل. تفضل. عندك ثلاث محاولات. ها، أربعة أربعة وأربعة. يا سلام يا سلام، حيو حيو. من أول محاولة. من أول محاولة يا مهند، ساق الله من أول محاولة. يعني ما شاء الله اليوم مروقين الجماعة، تستاهل كل خير، تستاهلوا كل خير. ألف مبروك، 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة. شكرا، تفضل. الحمد لله، كان عندنا اثنين قدروا يربحوا الكوبونات ليدخلوا السحب على السيارة، وأكيد ألف مبروك لكل اللي شاركونا خلال الحلقة وربحوا معنا. أمجد للأسف، هلأ شو؟ قبل هلأ شو؟ استنونا بنفس الموعد بالفجيرة مول، برنامج ضربة حظ، برنامج المسابقات. صار فينا نقول باي باي, باي.